السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله راح ندير سردين في الكوشة، نديرو وصفة يعني من وصفات السردين. لهذه الوصفة واش لازمنا؟ هنا عندي سردين نقيتو، نحيت له الشوك تاعو من برا ومن داخل كما راكم تشوفوا فيه. عندي حبيبه طوماطيش كبيره ولا زوج حبيبات يكونوا مرحيين، العكري، كمون، شويه تاع المعدنوس، عندي راس ثوم يكون كبير، نسحق الحار، طوماطيش مصبره. دوك وانا نخدم في السردين اللي تبقى اللي تخصني يعني في الوصفه راني نزيدها. نبدا بالدوزين، ندير شويه نتاع الزيت هكذا، بسم الله. ندير العكري، دوزنوه مليح باش يجيكم بنين ويجيكم هايل. نزيد هنا الكمون، مانيش غلطه، راني غلطه، هذه قرفه، نعاود نجيب الكمون صح غلط. ها هو الكمون وراهو هكذا. نزيد ندير الحار، انا ولادي يحبوه شويه حار. نتوما ديروا كيما تعرفوا روحكم تاكلوه ولا كيفاه ولادكم ياكلوه ديروا. والسردين واخا ما يكونش حار ما يكونش بنين. هذا راس كبير تاع الثوم، هذا دوك نشلو بشويه تاع الماء ونديرو لداخل. نزيد له طوماطيش، الثوم راهو مدروس بالملحه فوالا، باش ما تقولوليش ما درتيش الملح من بعد هكذا. ونزيد طوماطيش مصبر، ندير واحد المغرف هكذا مغرفه تاع ماكله تاع طوماطيش مصبره. شوفوا هاد السردين تجيكم من صوص طوماط هكذا. نزيد شويه ماء، بسم الله. نزيد شويه ماء هكذا حتى انا الفوق راهو يشعل، راهو شاعل باسكو علاه السردين على بالكم يطيب بالخف. ها هي لاصوص انا درتها. هنا نجيب لو بلا اللي راح ندير فيه اللي يروح للكوشه. دوك نبدا نفرغ بشويه، دير شويه على الصوص باش يطيب لي بنين ما يجيش صامط السردين. هكذا شوفوا هنا نحيت هذا الاول، علاه نحيتو الاول باسكو خشين شويه على الاخر. بسم الله ملحم، وهاد السردين يجيكم يعني هاد الوصفه تجيكم السردين يكون شويه خشن هكذا حتى نستفو كامل. وصفه سهله بنينه وهايله هكذا. نستفو كامل السردين كما على بالكم فيه وصفات الله يبارك بزاف بزاف، وكل خطره باذن الله نديرو وحده. هنايا قبل ما نزيد الثانيه ندير باش يدخلوا الدرسه مليح، هنا نزيد نستف هذاك لي شويه صغير، نزيد من الفوق هكذا. شوفوا انا هذا يديروا الفطور مع شريده تاع الورق، الفطور يجي هايل. بون نكمل نستف كامل سردين فوق هذايا ونكملوا الوصفه تاعنا. دور كنكمل
هذاك اللي بقاني كامل فوالا نفنغو كامل فوق ال هاكا باش يبان. فوالا هنا واش ندير؟ ندير بريكة تاع القارص هنا من بعد ما ستفته كامل درت القارص درت الشا تاع معدنوس ودركا ندخلو في الفوغ. السردين تاعنا في الكوشه راهو طاب كما تشوفوا، كي خرجتو نزلتلو شويه تاع المعدنوس من الفوق. شوفوا طاب في مرقته في ادامه طاب هايل والله غير كلي طيبته فوق الفرنو، مي يعني في الفوق يجي انكور يجي خفيف على اللي في فوق الفرنو. هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، نتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله. ما تنساوش جيم ابوني وفعلوا الجرس، هذه هي نتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.